بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة مع رجل اسمه الحاج إسماعيل. حاج إسماعيل دون القصة هو اللي حكيها لي، والقصة حكيها لي من حوالي مثلا 7 أو 8 سنين، بس مش قادر أنساها لغاية دلوقتي. القصة لها علاقة بالعلاقة بين الإخوات وبعضهم، صلة الرحم. خلي بالكوا، رمضان شهر صلة الأرحام. أنت عامل إيه مع قرايبك قبل رمضان؟ أنت مقاطع إخواتك؟ أنت علاقتك حلوة بأهلك؟ لا بتكلم بجد، يعني أنت علاقتك بإخواتك شكلها إيه؟ عادي يعني، ولا مقاطعين بعض، ولا متخانقين على فلوس؟ الحاج إسماعيل بيحكي لي، بيقول لي أنا كان ليا أخ، أخويا ده أكل عليا فلوس، والله العظيم بكل الورق والمستندات أخويا أكل عليا فلوس، وكلمته مرة واتنين وتلاتة وهو واكل عليا فلوس، وكلمت أخونا الكبير مفيش فايدة ومصر ياكل عليا الفلوس وبالعافية، ولقيت نفسي برفع القضية على أخويا. أبويا مات، بس أعمل إيه؟ أنا عارف إن ده يوجع أبويا في قبره، بس حقي وعايز أخد حقي. ورفعت القضية والقضية في المحاكم، واتقطعنا، وقلت لولادي لا تروحوا لولاد عمكم ولا تتصلوا بيهم، ده راجل نصب على أبوكوا. وأنا بقول الكلام ده كان قلبي بيجرحني، أصلي أمي ماتت، وأمي أكيد في قبرها بتتألم إن ولادها ولاد بطنها الاتنين بيعملوا ببعض كده. كنت ساعات وأنا بصلي بحس في قلبي بحرقة، يا ترى أنا راضي ربنا؟ بس ربنا أمر ناخد الحقوق صح، لكن جوايا طب ما فيش سكة تانية غير إن أنا أرفع قضية على أخويا. حاج إسماعيل بيحكي لي، والله العظيم زي ما بحكي لكم، بيقول لي جه رمضان وسمعت حديث عن صلة الرحم، وسمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرحمة لا تنزل على قوم بهم قاطع رحم، ولقيت نفسي رغم إن حقي وربنا بيقول لك تاخد حقك، لكن لقيت إن في حاجة تانية اسمها الفضل، اسمها العيلة، اسمها إن ربنا موجود. ولقيت نفسي برفع التليفون في رمضان وبكلم أخويا وبقول له يا حسين أنت كلت عليا فلوس، وأنا متأكد إنك كلت عليا فلوس، لكن إحنا في رمضان وأنا عايز ربنا يرحمني. يا حسين أنا مسامح في الفلوس اللي أنت خدتها مني، كل سنة وأنت طيب يا حسين، في رمضان هات ولادك عشان ولادي يكلموهم، عشان أنا ما أحبش إن الإخوات وأولاد العم يبقوا مقاطعين بعض، والولاد كلموا بعض. ودخلت أوضتي ولقيت نفسي ببكي واستعوضت ربنا في الفلوس. بيقسم لي الحاج إسماعيل، بيقول لي والله العظيم نمت في نفس الليلة شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية في المنام بيقول لي يا إسماعيل تعال أعمل عمرة معايا، أنا عايز أطوف معاك في الكعبة. ولقيت نفسي بعمل عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية، وصحيت من النوم ببكي وبضحك وبقول تغور الفلوس، ربنا بيعوض اللي أحلى من الفلوس، وأكيد حيعوضني دنيا وآخرة. اعفوا عن الناس عشان ربنا يعفو عنكم، اعفوا عن الناس بالذات عن القرايب، وشوفوا البركة الكبيرة اللي هتحصل. وبسمة أمل عليكم وعلى أولادكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.